أكد العميد الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال انتشار الدوريات الأمنية في مختلف مناطق المملكة ومواصلة العمل على تحقيق التباعد الاجتماعي عبر اتخاذ الإجراءات القانونية لتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأوضح أن الإدارات والمديريات الأمنية قامت خلال إجازة العيد ب106 إجراءات للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتم تحرير 900 مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة، كما تم تنظيم 23 حملة توعوية لتعزيز الوعي والتأكيد على أهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. ومن جانب آخر، واصلت الإدارة العامة لأمن المنافذ دورها في تسهيل إجراءات إجلاء رعايا الدول الأخرى من مملكة البحرين، كما قامت الإدارة بتأمين عملية فحص 840 مسافرا قادما من الخارج، وتحقيقا للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية للمرضى والمصابين وتقديم الدعم والمساندة للجهات الصحية. فقد استجاب مركز الإسعاف الوطني ل 52 بلاغا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لنقل الحالات المصابة بفيروس كورونا أو الحالات المشتبه بإصابتها إلى المستشفيات والمراكز الطبية المتعاملة مع الفيروس.